واللاعب المصري اسلام عبد المعين بطل العالم في لعبه القوى البدنيه اللي قدر انه يحقق ميداليتين ذهب في بطوله مستر امريكا، وده بعد التغلب على منافسيه في لعبه البنش ولعبه القوى البدنيه. البطل اسلام عبد المعين بطل مستر اولمبيا 3 مرات على التوالي، حاصل على الميداليه الذهبيه ارنولد كلاسيك في المصارعه الامريكيه لعام 23، محترف حاليا في الولايات المتحده الامريكيه وبيلعب في بطوله مستر امريكا باسم منتخب مصر. اللاعب المصري إسلام عبد المعين بطل العالم في لعبة القوى البدنية تمكن من حصد ميداليتين ذهبيتين جديدتين في بطولة مستر أمريكا للقوى البدنية، وذلك بعد التغلب على اللاعبين الأمريكيين الحاصلين على المركز الثاني والثالث في لعبة البنش بريس ولعبة القوى البدنية وزن ميزان فوق 140 كيلو متر ومفتوح. يعد اللاعب المصري إسلام عبد المعين بطل مستر أولمبيا 3 مرات على التوالي، والحاصل على الميدالية الذهبية أرنولد كلاسيك في المصارعة الأمريكية لعام 2023، والمحترف حالياً في أمريكا، كما أنه يعد أول لاعب مصري يرفع علم مصر في بطولة مستر أمريكا للمحترفين، بجانب أنه يلعب باسم منتخب مصر. وبالتزامن مع تألق البطل المصري، أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برقية تهنئة بالحصول على الميداليتين الذهب في بطولة مستر أمريكا القوى البدنية، مؤكدة أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الأخيرة العديد من النجاحات والإنجازات في جميع المحافل الرياضية.